واجهت كورونا، ولكن يعني على الجانب الآخر هناك قنوات نعرفها جميعا، هي قنوات محرضة تطلع وتظهر من قطر وتركيا وأشكالها. هذه قنوات هي دائما ما تحرف تصريحات الدولة المصرية. قناة الجزيرة حرفت تصريحات الرئيس السيسي اليوم فيما يتعلق بمعدلات الإصابة بفيروس كورونا، وقالت يعني أشياء ومعلومات على غير الحقيقة، ولكن الحقيقة دائما معنا على شاشة إكسترا نيوز. نشاهد الآن هذا التحريف لقناة الجزيرة حول تصريحات الرئيس. خلونا نقعد أسبوعين على الأقل كده، يعني مزيد من الالتزام، مزيد من المسؤولية، مزيد من الجدية، أقول مزيد من الانضباط، مزيد من الانضباط. ساعدونا يا مصريين إن احنا نعبر الأسبوعين على الأقل، بإن حجم المصابين أو حجم الأرقام المعلنة ما تزيدش كتير عن اللي احنا مش عايزين نوصل، ويمكن لأرقام أكبر من كده. ليه بقول كده؟ التوصيف الطبي للموضوع أو للفيروس ده، ولكن هو سريع الانتشار، سريع الانتشار، وبالتالي لما نتكلم على متوالية هندسية نتكلم على أعداد ممكن تتحول إلى آلاف في أيام قليلة. ودي كنتوا شايفين الدول، يعني متابعين دول، وانا ما بحبش في مثل الاحوال الصعبه دي ان انا اسمي دول بعينها. فالمتواليه الهندسيه دي او المتواليه العدديه اللي ممكن النهارده شخص مصاب واحد ممكن يصيب كثيرين جدا جدا، وبالتالي طبعا كل واحد بيروح بيته بيلتقي باسرته بيلتقي باصحابه وبيلتقي بالشغل بزملائه. تصوروا بقى احنا الموضوع يبقى عامل ازاي. طيب، يعني شاهدنا تصريحات الرئيس السيسي وهي تصريحات واضحة وصريحة، تحدث فيها عن أن هذا الفيروس هو يتحرك بفكرة المتوالية الهندسية التي من الممكن أن تنقل أعداد المصابين إلى أعداد أخرى. ولكن يعني هذا التصريح تم تحريفه تماما من قبل قناة الجزيرة القطرية، التي قالت أن المصابين في مصر هم بالآلاف، وليس هذا ما قاله الرئيس السيسي. يعني قالت قناة الجزيرة أنه المصابين قد يصلون إلى الآلاف. هذا التصريح هو تصريح غير صحيح، لم يخرج من الرئيس السيسي. هو تحدث عن فكرة عمل هذا الفيروس، هو يعمل بطريقة المتوالية الهندسية، الأعداد من الممكن أن تتطور، ولكن يعني هذه الأرقام أو الآلاف لم تكن في هذا التصريحات للرئيس السيسي. لا يوجد الآلاف من المصابين في مصر كما ذكرتها قناة الجزيرة القطرية. وللتعليق على هذا معنا الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميدة كلية الإعلام السابقة. أهلا بك يا دكتورة ليلى. وكما يعني شاهدنا كلنا الآن الفرق ما بين الحقيقة والكذب، تصريحات الرئيس فيما يتعلق بفيروس كورونا وما نقلته قناة الجزيرة القطرية من مغالطات فيما يتعلق بالإصابات، تفضلي. والله أنا مش عارفة إزاي يعني يحصل جرأة بهذا الشكل على مادة موجودة وممكن كل الناس تسمعها في أي وقت وعلى اليوتيوب وعلى المواقع وكده، ودول بكل يعني جرأة مش عارفة إزاي تقصد بيهم الجرأة. إما بقى يعني غباء هم ما مش بيفهموا، أو إن هم متصورين إن إحنا أغبياء يعني، وإحنا الحمد لله مش أغبياء. هي ليست جرأة يا دكتورة، هو كذب صريح. طبعا طبعا تبجح وكلام يعني حاجه عجيبه جدا. يعني انا مش عارفه، احنا العالم كله بيعيش وباء، بيعيش معاناه، كلنا حاسين ببعض في كل حته في العالم، والعالم الانسانيه بتقتضي مننا ان كلنا نحس ببعض مش نقعد نضرب في بعض. فانا الحقيقه مستغربه جدا، بس ده معتاد منهم ومتوقع. وهم اصل الرئيس النهارده كان هادئا، كان مطمئنا، نقل الى المصريين الاطمئنان، في نفس الوقت دعاهم إلى أننا كلنا لازم نلتزم وننضبط صحيح عشان نعدي أسبوعين على الأقل، فتظل الأمور في حدود الأرقام الموجودة اللي تسمح لنا بأننا التأثيرات والتداعيات بتاعة الوباء على مجتمعنا ما تبقاش كبيرة، سواء في الأرواح البشر أو في النواحي الأخرى الاجتماعية والاقتصادية وغيره. فهم صعب عليهم يعني، قال لك إزاي يعني أن المصريين يطمنوا أو يهدوا،
او يسمعوا يعني الكلام الصحيح. يعني هذه الفكره، فكره انه الرئيس ذكر انه هذا الفيروس بيعمل بفكره المتواليه الهندسيه، يعني من الممكن ان تنتقل الاعداد بهذا الشكل وقد يصلون الى الالاف. هم خدوا حته بتاع. قد يصلون الى الالاف وقالوا المصابين بالالاف، وقالوا لك بقى ده هو بيقول بالالاف. لا يعني طبعا الكلام كان واضحا، كان بيتكلم على اللي احنا شايفينه بعينينا قصاد الدول في اوروبا. الدول في اوروبا حصل عندها كده، ان الحكايه زادت بمتواليه هندسيه وصلت الالاف. فهو رئيس بيحذر من ده، وكان واضحا بشكل لا يقبل اي لبس. فطبعا ده من باب استمرارهم في العداء والهجوم واللامهنيه. طبعا اللامهنيه دي من زمان سقطت، ويعني ما فيش مجال ان احنا نتكلم عليها. لكن هم دلوقتي كمان اللا اخلاقيه، اللا يعني مش عارفه اوصفهم بايه. لكن انا اعتقد انه المساله يعني لا تحتاج، يعني اتمنى انه اي مصري او اي انسان سمع الكلام ده سهل جدا انك في دقيقه تتاكد. ودلوقتي حتى حضرتك يعني في طرق كثيره جدا وسهله انك تتاكد من الكلام ده صح ولا غلط. فبالتالي لا نلقي بنفسنا لهؤلاء يثقوا فينا. أخيرا دكتورة ليلى، يعني لأن الوقت داهمنا، يعني أشاد أيضا الرئيس السيسي بدور الإعلام المصري فيما يتعلق بفيروس كورونا والتوعية الكبيرة الموجودة على القنوات المصرية للمواطنين بضرورة توخي الحذر، وأن الإعلام المصري يعني قام بدوره فيما يتعلق بهذا الفيروس. كيف رأيت هذا التصريح؟ الرئيس كان محقا تماما، وكلنا كمصريين استشعرنا أن إعلامنا استعاد روحه وقدرته على ان هو يقوم بدوره. قام بدوره في التغطيه لحظه بلحظه ودقيقه بدقيقه، مش بس من اللي بيحصل في مصر ولكن اللي بيحصل في كل بقعه في العالم، من خلال مراسلين، من خلال متخصصين استضافهم على الهواء او استضافهم عبر الهاتف او سكايب. كذلك قام بدور في التوعيه وتنويه على الاعراض وازاي نتجنب، وكميه التنويهات والشغل اللي بيبث عبر الإعلام، سواء الإعلام المملوك للدولة أو الإعلام الخاص، كله على قلب رجل واحد، كله بيشتغل بمهنية، بيشتغل بإخلاص وتفاني. وأنا أعتقد أن الإعلاميين هم أيضا أبطال، شأنهم شأن الفريق الطبي الذي يعمل لمكافحة الوباء، شأنهم شأن الشرطة والقوات المسلحة اللي نزلت وكل أجهزة الدولة. بس الإعلاميين هي بيلعبوا بدور مهم قوي قوي، لأن التوعية مهمة قوي في هذه الفترة وهذه المرحلة. وأنا شايفة أنه الإعلام نجح بامتياز، وأتمنى أن هذه الروح اللي دبت تستمر، وبعد إن شاء الله ما نجتاز هذه المحنة وتزول الغمة ونعود لبناء وطننا من جديد إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام السابقة. طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من المرأة المصرية الدعم لتجاوز أزمة كورونا، ودعا المصريين لمزيد من المسؤولية والانضباط لمدة أسبوعين في إطار مواجهة هذا الفيروس المستجد. أكد الرئيس السيسي خلال كلمته في الاحتفال بيوم المرأة المصرية أن الدولة المصرية أخذت بالأسباب وبذلت كل الجهد لمواجهة فيروس كورونا، وأشار إلى ضرورة اتباع كل الإجراءات والإرشادات التي تتخذها الحكومة لمواجهة الفيروس، لافتا إلى أن مصر ليس لديها أي مشكلة في توافر السلع الأساسية. معنا هاتفيا السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان سابقا. أهلا بك سعاد سفيرة. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. إذن يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي أولا طلب من المرأة المصرية في الاحتفال بيوم المرأة الدعم لتجاوز أزمة كورونا. لا شك أنه يعني الرئيس يثمن كثيرا دور المرأة في المجتمع المصري، وبالتأكيد هي أيضا يقع عليها عبء كبير فيما يتعلق بتوخي الحذر بالنسبة لهذا الفيروس. تفضلي. بشكر حضرتك على الاستضافة، وبشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بحقوق المرأة، وهو كان محقا عندما وجه الخطاب للمرأة فيما يتعلق بمحاربة فيروس كورونا. احنا شفنا في الأيام الماضية التزام جميل من المصريين، الشوارع فاضية، كله التزم ببيته، العملية التعليمية مستمرة على الرغم من أن المدارس أغلقت أبوابها، لكن بالإلكتروني التواصل الإلكتروني
بيستمر التواصل مع الطالبات والطلبة. المرأة المصرية عليها دور مهم جدا جدا، لأنها هي التي تدير الأسرة، هي التي تؤثر في سلوكيات أبنائها وبناتها وزوجها وجيرانها. الحقيقة الشعب المصري كشف عن معدن أصيل بالتزامه، وزي ما سيادة الرئيس قال الحكومة قامت بواجبها. شفنا ده في أزمة الطقس السيء، أيوه شوفها النهاردة في أزمة الكورونا، وده يمكن يخلينا نتوقف بعد الشيء ونقول إذا كان المصريين قادرين إن هم يلتزموا فليكن هذا مسارنا حتى بعد ما نعدي أزمة كورونا. في سلوكيات استجدت علينا، إنه أنا ممكن الدولاب الحكومي اللي فيه 7 مليون موظف ممكن أنا أشغلهم جزء منهم الذي لا يتعامل مع الجمهور إنه يشتغل إلكترونيا، يؤدي التزاماته إلكترونيا. حضرتك لو قست التلوث النهاردة في القاهرة هتلاقيه انخفض جدا، أيوه هتلاقي جودة الهواء ارتفعت. فأنا النهاردة